اللي هو النهارده عند السلطه التشريعيه هو البرلمان اللي هيدافع عننا، من لا عايز الحكومه ولا عايز الرئيس، انا عايز البرلمان، برلمان يرد على برلمانيين، برلمان مصر هو المنتخب اللي يقول احنا كلنا 580 590 واحد عاملين اجتماع عاجل للرد على البرلمان الاوروبي عشان نوضح له الصوره، ليه ما عملتوش ده؟ بس هو الفكره انه يعني رد الفعل من وجهه نظري اخذ في حسبانه عده اعتبارات. أي فن. من ضمنها ان العلاقات ما بين مصر ودول اوروبا بشكل عام هي علاقات تاريخيه وليها جذور تاريخيه واحنا يهمنا جدا انه نحافظ على العلاقات دي. أي فن. وفي نفس الوقت واضح جدا انه البرلمان الاوروبي بالذات مواقفه تجاه منطقه الشرق الاوسط ومصر في معظمها مسيسه، واضح جدا ان بيتعمل لوبينج من وقت لاخر لتوجيه البيانات اللي بتطلع من البرلمان الاوروبي عشان يبقى فيها شكل من اشكال الضغط على مصر. نعم. البيان اللي طلع من وجهه نظري انا هو بيان كافي لانه بين ده 8 سطور بيان بتاع مصر. هو بس الفكره في حاجه، هو ده رقم واحد على نقطه يا سياده النائب، ده بيان انشا، هو رقم واحد مع احترامي يعني لمين اللي كتبه انشا، رقم واحد بين المخالفات اللي ارتكبها البرلمان الاوروبي طبقا للمواثيق الدوليه والاعراف الدوليه لما طلع البيان ده، بدايه انه استبق وكلم في قضيه ما بين ايدين الجهات التحقيق، رقم اثنين انه يريد ان يسيس هذه القضيه ويستخدمها ورقه للضغط ويخلط بينها وبين قضايا حقوق الانسان، رقم ثلاثه انه تدخل في القضاء المصري وذكر متهمين بيتم التحقيق معاهم بالاسم والى اخر ذلك يعني، وحدد او قال بشكل واضح ان البرلمان المصري بيرفض جميع هذه المخالفات وانه البرلمان المصري بيتعجب لان كان في زياره فيها إلمر بروك اللي هو مسؤول العلاقات الخارجيه في البرلمان الاوروبي وكانت زياره وديه وقال انه عايز يتعاون مع البرلمان المصري، ان ازاي في ظل ده بيطلعوا بيان واضح جدا ان هو مسيس، وقال انه ما بيقبلش كل ده، بس قال اللي انا قلته من شويه، قال ان احنا مهتمين بعلاقتنا التاريخيه وان احنا حريصين عليها. احنا التنظيم الدولي للإخوان والدول الداعمة ليه اشتغلت ضدنا لسنوات طويلة أمام هذه المنظمات الدولية. نعم. وقدروا يوجد لهم ناس متعاطفة معاهم. أيوة. والناس المتعاطفة معاهم دول في كتير من المواقف بيشتغلوا ضدنا. احنا محتاجين نكلمهم كتير. محتاجين يعني البرلمان حقيقة هو الدبلوماسية الشعبية. وزي ما سيادة النائب كان بيقول انه احنا مطالبين ان تطلع وفود وتتكلم معاهم كتير. لان التنظيم الدولي احنا لما كنا بنروح وقت حكم الإخوان نعمل جلسات استماع في البرلمان الأوروبي كنا بنلاقي في الأروقة موظفين بينتموا لجماعة الإخوان وبيغلسوا، يعني حضرتك زعت هنا أكتر من صحيح مناسبة صحيح لما بيطلع مسؤول مصري قد إيه هم بيلاحقونا في الأروقة بتاعت المنظمات دي. احنا علينا واجب كبير بس مش صدامي، يعني وجهة نظري انه ايه، احنا مش عايزين الموضوع يتاخد في اطار يوتر العلاقات ما بين البرلمان المصري والبرلمان الاوروبي. لا مش توتير، لكن انا من حق ادافع عن بلدي. امين. باليات بقى متعدده. لا مش توتير، هو لما عمل كده بتوتر، لا هو بيقول عندك ملاحظات وعندك احنا ردينا على فكره البيان رد على كل الملاحظات وبين انها ازاي كان فيها مخالفه للاعراف والقوانين الدوليه. ثم ما يتبع ده بقى، رئيس المجلس هيسافر، رئيس المجلس اتكلم مع قيادات البرلمان الاوروبي، الزملاء اللي ليهم علاقات في البرلمان الاوروبي ابتدوا يتكلموا ان هم يتحركوا، إلمر بروك اللي جه زار المجلس، انا ومجموعه من السياسيين كنا عملنا معاه 3 4 مرات جلسات استماع وعرضنا فيها ايام ما كانت الجماعه الارهابيه بتحكم فيديوهات لحصار المحكمه الدستوريه ومترجمه، احنا بقى مطالبين ان ده نكمله. أيوة. ونواصل ده، بس من وجهة نظري لو كنا عملنا الموضوع انه اجتماع طارئ ومتهيألي ده يمكن شوية كان من وجهة نظري ما يبقاش يعني يبقى بيكبر الشيء، لان احنا اعدائنا لما بيحركوا المنظمات الدولية ضدنا بيبقى هدفهم ان احنا ايه نعمل موقف صدامي فنخسر. احنا مش لا البرلمان الاوروبي مش هنسيبه لقيادات التنظيم الدولي للاخوان، احنا اولى بيه وعلاقتنا التاريخيه معاه، بس احنا مقصرين مش بقى دلوقتي، لا بقالنا سنين طويله جدا كنا سايبين ساحه المنظمات الدوليه للتنظيم الدولي والاعدائنا يشتغلوا فيها. سيادة النائب طارق، كلام سيادة النائب محمد صلاح مع التقدير للجميع، ولكن انا لما بطالب بهذا الامر واعتقد انه في بعض الناس من